ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق